إغلاق الحدود مع سوريا وتشدد بعض سيطرات التفتيش لدخول المواشي أثر بشكل كبير على أسعار اللحوم في الرمادي، مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق وتجاوز حاجز 20,000 دينار للكيلو الواحد. الحلال كله ارتفع سعره، يعني حيل قاعد يصعد، وهذا كله خطية على الفقير مو على بشر ثاني. الزنقيل يجي يشتري ويطلع براحته، بس الفقير ما يقدر يشتري، وهذا سبب احنا نطلع للوقفة وماكو حلال من مكانه ب25، الغنم ب25. والله هذا يعني انت تطلع تقدر تشوف، يعني بعينك تقدر تشوف. احنا نريد الناشد هم المسؤولين الكبار، شنو السبب؟ احنا نريد نعرف السبب شنو. اللحم مو القصاب سعده ولا البياع، التجار اللي جاي يجون ياخذون الحلال من العراق يودوه لغير مكان، والحكومه تعلم هذا الشيء. القصاب ما عنده اي ذنب. يعني اليوم انا اشتري طلي 1,250,000، الزوج 1,250,000، شنو ذنب القصاب؟ وين اكو هيك اسعار بالعراق كله؟ العراق كله من الله خلقه ما صار هيك حلال بهيك اسعار. ارتفاع الحلال، كنا ناخذ الطليان الزوج ب 800 ب 750، هسه 1.5 مليون، 1.25 مليون، 1,300,000. مجبور القصاب يبيعها ب 20. اهالي المدينه عبروا عن انزعاجهم من ارتفاع اسعار اللحوم، خاصه مع اقتراب شهر رمضان المبارك وغياب الإجراءات الحكومية التي تكبح ارتفاع الأسعار. الله إن شاء الله يا رب يصير 10,000 دينار إن شاء الله. نسأل الله أن يرخص قوت المسلمين، وهي مو سببنا إحنا والله. يعني إحنا مدنا المواطن يأخذ 3 دراهم بس، مو دينا والله. اللحم غالب 20,000، يعني المواطن شنو ذنبه؟ الحلال موجود بالغربية كثرة بس ما يعبر علينا، يعني يسوون علينا شلون الحصار، يعني الحجم ما بفايدة. يعني المواطن هسه بس يبغى على اللحم يقدر يشتريه. ويشكو مواطنون من الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية التي ترتفع يوما بعد آخر. من الأنبار مصطفى مهند، وان نيوز.